اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. راح اشرح لكم اليوم عن محاضرتي المايكرو كاسكتشي. هي بصراحة محاضرة خفيفة لطيفة يعني كانت، بس انه حلو من بدايتها انه نبني المعلومات تبعيتنا كقصة وكإشي مثل هيك، لانه بصراحة محاضرات السيستم لهذا حيكونوا 9 محاضرات مايكرو. فخلينا نبلش. بداية انا حطيت لكم كم من صورة واقعية قبل ما نفوت على صورة السكتشي، لأذكركم بفيلم هيك يمكن كلياتنا حضرناه، اللي هو كان عن كان اسمه ويري وينكا. هلا لأنه قصتنا حتكون بالمختصر عن مصنع شوكليت، ورح تعرفوا ليش تحديدا عن مصنع الشوكليت تبع هذا ويلي وينكا والأقزام اللي معه، اللي كانوا يسموهم الأومبا لومبا والمسميات هاي كلياتها حنتعرف عليها هلا. تمام، فخلينا نبلش بداية واحدة واحدة فيهم. حنبلش بالفيتشر بشكل انه جنرال، بعدين نفوت فيهم بشكل سبيسيفيك اكتر. تمام، هلا خلينا نبلش فيهم واحدة واحدة. بالنسبة لأول شغلة حنحكي عنها لليوم اللي هي النايف. هلا هي بصراحة انه بلشوها انه نايف، انه عملوها كساوندز لايك انه نايسيريا، انه نايف نايسيريا. بصراحة ما شفت كتير هالفرق يعني. فخلينا نروح على الأشياء اللي أهم من هيك. تمام، فعندنا النقطة الثانية اللي أهم بالموضوع هذا كلياته، اللي هي الريد ستين. هلا عندنا إحنا مثل ما ملاحظين الباكي جراوند كلياتها لونها أحمر مثل سانسيت جاية، فهذا اللون الأحمر بذكرنا بالريد ستين. الريد ستين دلالة على إنه هذا البكتيريا عبارة عن جرام نيجاتيف. لو كانت مثلا لون بنفسجي من الباكي جراوند معناها شو بده يكون؟ بدها تكون جرام بوزيتيف. فمثل ما حكينا إنه نذكر إنه والله هذا سانسيت أو إشي زي هيك، فإنه هي عبارة عن جرام نيجاتيف. تمام، هلأ بالنسبة للنقطة الثالثة اللي بدنا نحكي بخصوصها اللي هي هاي تحديدا، عندنا هذا الرجل الآلي ماسك، أو الآلي هاي ماسكة عندنا يعني قطعتين شوكولات. هذول القطعتين الشوكولات شكلهم عبارة عن سيركيولر، ولو نحطهم مع بعض بصيروا دبل مع بعض. فدبل زائد سيركيولر شو هذول يعني مع بعض؟ لو بدنا نعمل لهم ميكسينج مع بعض الكلمتين بصير عبارة عن ديبلو كوكسايد. تمام، فهي كمان أحد الفيتشر الخاصة بالنايسيريا. تمام، هلا النقطة اللي بعديها اللي بدي أحكي لكم عنها، إنه إذا ملاحظين وجود عندنا هاي العرب اللي مربوطة بالخيط، بصراحة ما بعرف إيش اسمها بالعربي، بس إنه إحنا بهمنا المسمى تبعها بالإنجليزي لحتى نربطه باسم البكتيريا، فهي بنسميها إحنا الجندولا. تمام، فجندولا الساوندز تبعها لما تسمعوه هي مثل لايك إنه جندولا جونوريا. فاهمين كيف؟ فإنه جندولا جونوريا، جندولا جونوريا. تمام، هلا النقطة اللي بعديها هاي النقطة الرابعة والمهمة. النقطة اللي بعديها حنروح عليها إنه الشوكليت. ليش كل القصة أصلاً عم تمشي عن موضوع الشوكليت والأشياء هاي؟ لأنه الكلتشر الأساسي اللي إحنا بنحط فيه النايسيري جونوريا هو عبارة عن يا إما شوكليت أجر، يا إما الإنهانست يا إما الإنهانست كلتشر من الشوكليت اللي هو بنسميه تاير مارتن، وحنحكي عنه أكثر بشكل يعني تفصيلي أكثر. بس خلينا أول شيء نمشي والتفاصيل الثانية هاي اللي موجودة بالصورة. تمام، فمثل ما حكينا انه خامس وحدة اللي هي هاي صورة الشوكولات بتمثل لنا الكلتشر اللي احنا بنحط فيه البكتيريا اللي هو بمثل لنا الشوكولات أجر. هلا اللي بعديها تذكروا حكيت لكم عن انه هذا احنا عم نحكي عن مصنع ويلي وينكا. طيب هلا اذا ذكرياً كان بالمصنع تبع الشوكولات انه في مثل الاقزام اللي عم بيعملوا وبيصنعوا الشوكولات، فهاي الاقزام كانوا يسموها بالموفي اللي هي الأومبا لومبا. هلا بعيدا عن الاسم وغرابته، بس اصلا ليش هم جابوا هذا المسمى او ليش ربطوها تحديدا بهاي المسمى بالاقزام هاي؟ لانه مشان يذكرنا بكلمه مهمه اللي هي بنسميها الاوبا. هلا ايش هي هاي الاوبا؟ هي عباره عن احد الفيريولنس فاكتور اللي لها دور بالاتاتشمنت بخصوص البكتيريا اللي بتعملها النايسيريا جونوريا. تمام، فهي خليها كمان ببالكم، هذا اشي كثير مهم.
تمام. كمان من ال variance factor اللي بدي أحكي لكم عنها اللي هي الأعمدة هاي. هلأ هاي الأعمدة يعني مثل ما شايفين هي من ناحية مثبتتنا الجندولا اللي هي هاي اللي ربطناها بالجنورية، ومن ناحية هي عملتنا مثل الاتاتشمنت يعني ماسك، فمعطيتنا مثل اللعامة. فشو بنسمي هاي الأعمدة؟ بنسميها إحنا بيلرز. فنفس تقريبا الساوندز يعني البيلرز هي عبارة عن باللاي يعني بالنسبة للنايسيري جونوريا. فهاي البلاي هي أحد كمان الفيريولانس فاكتر بالنسبة للنايسيري جونوريا، وإلها كمان دور بعملية إنه الاتاتشمنت اللي بتصير عندنا مشان يصير عندنا انتاكت للميوكس ممبرين أوف إبيثيليوم. تمام، هاي ثاني واحدة. هلا ثالث واحدة كمان بدي تنتبهوا لي إلها كثير منيح، اللي هي الماوث تبع هذا الأومبا لومبا. هلا لو بتلاحظوا الماوث تبعه مختلف عنهم كلياتهم، وهيك يعني تحسوا في إشي مميز صح؟ إيش هي؟ من ناحية اللبس، فهو عم بياكل بالشوكولات هاي. فبالنسبة لهذا بهاي اللبس إنه إيش بدي أوصل لكم من خلالها، أو شو بدي أذكركم فيها؟ بدي أذكركم إنه يعني أربط لكم إياها بكلمة تانية أو بساوند شبيه بكلمة لبس، اللي هي لايبوبولي ساكرايد أو لايبو أوليغو ساكرايد على الأصح يعني. هلأ إذن لبس لايبو أوليغ ساكرايد، فهي كمان أحد الفيريولانس فاكتور، واللي من أهميتها كمان إنه تعتبر يعني بتفيد البكتيريا بحيث إنها بتكون ريسيستنس للبيتا لاكتاميز، وبالتالي مشان هيك أصلاً النايسيريا جونوريا تحديداً بتكون عندها ريسيستنس للبنسلين. تمام، وبيصير عندها طبعاً إنه إندوتوكسين أكتيفيتي للأنتيبيوتيك ريسيستنت. تمام، فإنه ضلوا ذاكرين قصة إنه اللبس هي عبارة عن لايبوأوليسكرايد، لبس لايبوأوليسكرايد. فحكينا عن 3 فيرولانت فاكتور، تمام، اللي هم البيلرز واللبس اللي هي لايبوأوليسكرايد، وإيش كمان حكينا؟ وثالث وحدة اللي بعد مش حكي عنها، اللي هي هذا السيزر. هلأ هذا السيزر أو المقص اللي ماسكه الأومبا لومبا، بدنا إذا أدياكم تتذكروا من خلاله شغلة كثير مهمة، اللي هو عبارة عن الـ IgA بروتيز. تمام، هلأ يعني المقص هذا أو السيزرز هو بيعمل على إنه كليفج، إنه عم يقطع شو اسمها هاي تبعيت الهدايا. فنفس المبدأ الاي جي اي، هو بيعمل الاي جي اي بروتيز، هو بيعمل كليفج او بيعمل ديسترويمنت للاي جي اي انتي بودي. تمام، فكيف تذكروا مثل ما حكينا، هذا بيعمل كليفج انه بيعمل ديستروي او بيغوس، وبنفس المبدأ يعني تذكروا شكله المقص بحد ذاته انه هيك شكله، فانه يعني شبهوها بحرف الاي، فانه ايش معناها؟ اي جي اي بروتيز، يعني من هالناحيتين نذكروها. تمام، فهي كمان عندنا احد الفيريلانس فاكتور اللي حكيت لكم عنها، هاي ثالث وحدة. ورابع وحدة اللي هي اوريدي كمان حكيناها، اللي هي الأومبا لومبا، هذول الاقزام اللي هي من كلمة اوبا مثل ما حكينا، اللي هي كمان تعتبر احد الفيريولانس فاكتور اللي لها دور بالاتاجمنت. تمام، فهدول الاربع اشياء، اذا بيلرز، الأومبا لومبا، اوبا، المقص اللي هو السيزرز، نتذكر حرف الاي فهو اي جي اي بروتييز اللي دور بالديستروي بالاي جي اي، واللبس لايبوليسكرايد، وهيك. تمام، فهدول الاشياء المهمه. طيب نروح على اللي بعديها، اللي هي النقطة المهمة كمان، موضوع الهدايا. هلأ لو تلاحظوا هنا شوي بس، تمام، هلأ الهدايا لو تشوفوا هون منظرها كلها يعني أحجامها وأشكالها كلها مختلفة، هون شكلها هاي مختلفة عن هاي عن هاي عن هاي. تمام، فإنه إيش اللي بدي أوصله، إنه هاي الباكيج إلها various gifts، هاي إلها various shapes و size. فهذا الإشي بدي إياكم تتذكروا من خلاله إنه البكتيريا هاي بشو بتتميز، إنها عبارة عن antigenic، عندها antigenic variation، بالتالي مشان هذا الإشي بيخليه إنه لو بدنا نستخدم عليها treatment مثل immunological assay ما رح يفيدها. ليش؟ لأنها متغيرة، هي يعني مبدأها أو
تأثيرها بيكون مثل كأنه الفيروس، كيف الفيروس بيضل يغير من شكله مشان هيك ما له علاج ثابت. نفس المبدأ النايسيري غونوريا، تذكروا من خلال الهدايا اللي شكلها مختلف انه والله مثلا هاي عبارة عن انتيجينيك فارييشن عندها، بالتالي يعني تأثير الاميونولوجيكال دراجز ما بيكون الاميونولوجيكال اسي او دراجز التأثير عليها. تمام، فهي تمام، فهي بالنسبة للشكل الهدايا. هلا اللي بدي كمان نقطة مهمة بدي أحكي بخصوصها، اللي هي شغلتين اللي هم عبارة عن البيوكيميكال تيست اللي إحنا بنستخدمهم بالنايسيريا غونوريا. إيش هم هدول البيوكيميكال تيست اللي من خلالها بنستدل على النايسيريا غونوريا؟ شغلتين. أول شغلة اللي هي هذا النيكلس اللي لابسه تبع المصنع الشوكولات اللي هو هذا ويلي وينكا. هلا هو لابس نيكلس او طو انه لونه بلو، فايش بدي من خلال هذا النيكلس اللي لونه بلو تتذكروا؟ اللي هي الاكسيديتيف الاكسيديتيف بوزيتيف، اللي هي الاكسيديتيف بوزيتيف. تمام، اللي هي بيكون لونها كمان بلو. يعني لو في عندي صوره هلا بفرجيكم اياها، فانه تذكروا من خلال هذا اللون الأزرق أو النيكلس الأزرق إنه الأكسيديتيف بوزيتيف اللي بيكون لونه أصلاً بلو. تاني واحدة بالبيوكيميكال بالبيوكيميكال تيست عندنا اللي هو هذا الإشي. هذا إيش هذا؟ هو عبارة عن جلو لحتى يثبتنا شو بيسموها هيا شريط الهدايا بالجيفت. فهذا الجلو من خلاله أو الساونتس تبعه بيشبه لنا إيش الكلمة اللي هو مثل جلوكوز. فعندنا إحنا بالنايسيريا غونوريا بتكون عبارة عن جلوكوز بوزيتيف. تمام، فهاي تنتين عندنا بيوكيميكال تيست. إذا الأكسيديتيف بوزيتيف اللي هو لونه هذا أزرق، والجلو من جلوكوز بوزيتيف اللي هي هاي كمان أحد البيوكيميكال تيست. تمام، فهاي بالنسبة للبيوكيميكال تيست. فإذا إحنا حكينا عن إنها شوكولات أو بتكون شوكولات أجار أو بتكون عندنا ثاير مارتن، هلأ رح أشرح لكم عنها أكثر بديتيلز أكبر. حكينا إنه عندها هاي الهدايا الكثيرة إنه دلالة على الفاريشنز أنتيجينيك، بالتالي إنه بتضل تتغير الشيب والسايز إلها، وبالتالي هي بتكون عندها ريسيستنس تجاه الإيمونولوجيكال أسي أو دراجز. حكينا عن الجلو فور جلوكوز بوزيتيف، وهاي أوكسيديتيف بوزيتيف. حكينا عن الأومبا لومبا مشان نتذكر هاي الأقزام من كلمة أوبا اللي هي كانت أحد الفيريولانس فاكتر، واللبس لايبو أولي سكرايت كمان هاي إحدى الفيريولانس فاكتر. وحكينا عن البيلرز الأعمدة اللي بيثبتنا اللي هي باللاي اللي أحد الفيريولانس فاكتر، و وشو كمان أو أهم واحدة اللي هي السيزرز اللي كان عم يقصنا الشريط، نتذكر من خلاله أنه آي جي اي بروتييز اللي بيعمل لنا كليفج لل او ديستروي للاي جي اي. تمام، فهي اهم الفيتشر الاساسيه اللي بدي احكي لكم عنها. هلا النقطه الثانيه اللي بدي امشي بخصوصها او اروح عليها اللي هي الانهانسد او الموديفايد كلتشر اوف ذا تشوكليت اجار اللي هو بنسميه احنا الثاير مارتن. تمام، بنسميه الثاير مارتن. ففي صورة ثانية هلا بدي افرجيكم اياها، انه يعني طيب هلا نكمل هنا. بس بدي افرجيكم كنت صورة الاكسيديز بوزيتيف والاكسيديز نيجاتيف. هلا حكينا البلو نيكليس اللي كان على هداك ولي هنا بالصورة، كان هنا اوكسيدي كان لونه بلو، فهي بلو بس مشان نتذكر الاكسيديز بوزيتيف اللي هي اللي بيكون هيك لونها على التست لما نعمله. تمام، نروح على اللي بعديها اللي هي بشكل مقرب أكثر على اللي هي الثاير مارتن الثاير مارتن كلتشر. تمام، فهي أصلاً إيش بتفرق عن الشوكليت كلتشر؟ هي عبارة عن إنريتش شوكليت أجار، بس إنه بيكون فيها مجموعة من المكونات. إيش هي هاي المكونات اللي زيادة فيها واللي انضافت لهذا الأجار تحديداً؟ هلأ بدنا نحكيهم وبحيث إنه نحفظهم إن شاء الله بكل سهولة. أول واحدة هلأ لو تلاحظوا اللي هي عندنا الشاحنة، إيش يعني أصلاً شاحنة؟ اللي هي الفان. الفان من خلالها معناها إنه البريزنت نتذكر كلمة فانكومايسن. تمام، فهي الفانكومايسن هي أول واحدة ريبريزنتد بتكون وين؟ بالثاير مارتن. تمام،
هاي بالنسبة للفانكومايسين واللي بتستخدم أصلا للإنهيبيشن مشان تعمل إنهيبيشن للجرام بوزيتيف بكتيريا. تاني وحدة بالثاير مارتن اللي هي بدنا نحكي عنها هذا الميكسشر اللي بيعمل لنا ميكس للشوكليت اللي موجودة هون. هلا هو بيعمل في عندنا أكثر من ميكسشر موجود لحتى يعملوا ميكسينج للشوكليت. فمن خلال هذا الميكسشر بدنا نتذكر كلمة أو sounds like it يعني اللي هي كلمة البولي ميكسن. إذا ميكسشر بولي ميكسن. ف لو تشوفوا السلايدات مثلا بالمايكرو ما في انه كان دكتور كاتب بولي ميكسن، بس هي اصلا البولي ميكسن اللي هي المسمى الثاني، يعني هي البولي ميكسن هي بتمثل لنا المسمى الثاني للكوليستين. الكوليستين اللي هو بيعمل لنا انهيبيشن للجرام نيجاتيف باسيلاي، وننتبه انها للباسيلاي لانه لو انه هذا بده يعمل لنا الكوليستين انه للجرام نيجاتيف كوكساي معناها كمان حتى ما بزبط ككلتشر اصلا للنايسيريا جونوريا. تمام، فانه نتذكر اذا ميكسشر بولي ميكسن، والاسم الثاني لها واللي هو موجود عندنا بالسلايدات اللي هو الكوليستين. تمام، هي ثاني مكون. إذا حكينا فانكومايسين ميكسشر بولي ميكسين اللي هو الكوليستين، وثالث واحدة اللي هي نحكي عن هاد. هلأ بخصوص هذا الكائن أو هم صراحة حاكينه بشكل يعني كامل وبالتفصيل الدقيق أنه مسمي اللي هو السيتن. إيش هو السيتن؟ اللي هو بالعربية الفصحى اللي هو الشيطان. فإنه هو عم بيجرب هيك يعطي سمايل، انه بيبتسم وجه الطفل لحتى يعطيه شوكليت مثل هيك. فانه ما بيهمنا السيناريو هذا كله يعطيه، احنا بيهمنا جملة صغيرة لحتى نتذكر المكون الثالث اللي موجود بالثاير مارتن. ايش هو؟ اللي هي الحركة اللي عم بيعملها هذا السيتن او الديفل او الشيطان، اللي هي بنسميها احنا النايس سمايل سيتن. تمام، النايس سمايل بالسيتن هذا. فمن خلال هاي الجملة شو هي بتمثل لنا أو represent what بتمثل لنا النايس سيستم. تمام، فبرجع عند إنه نايس سيتن أو نايس سمايل سيتن نايس سيستم نايس سيتن يعني حرفيا هم الكلمتين زي بعض، يعني نايس سيتن نايس سيستم. تمام، فإنه نذكر إنه في واحد عم بينافقه وبيحاول إنه يعطي الطفل هذا إنه شوكليت، فإنه مثل هيك. طبعا ايش هاي النايسيستين فايدتها؟ انه هي تعتبر انتي فانجال دراج او تستخدم للانهيبيشن لليست. اوكي، فهذول الثلاث مكونات الاساسيات بالثاير مارتن. اذا فانكومايسين، البوليميكسين من هاي للميكسشر واللي اسمها الثاني حكينا الكوليستين، وحكينا النايسيتين من نايسيستين. تمام، هذول الثلاث. هلا لو بدنا اياها تصير موديفاي ثاير مارتن، بنضيف هاي الشوكليت اللي عم بيحاول يعطيها للطفل. تمام، فهاي الشوكليت شو وضعها بالحياه؟ هاي عباره عندنا ثلاث قطع شوكليت. لو تلاحظوا في هون في هون هيك مثل الكريستالز او هيك الحبيبات اللي لونهم ازرق هيك، فهذول الحبيبات او الكريستالز او الميث كريستال بنسميهم، بلورات انه كريستالية. شو بتذكرنا؟ اذا عندنا 3 separated segment with myth crystal. فلو نجمعهم هذول كلياتهم على بعض الكلمات هاي شو بتعطينا؟ اللي هي بتعطينا كلمة تراي ميثو براين. تراي ميثو براين، اذا تراي من ثلاث قطع، الميث اللي هي نتذكر هاي الميث كريستال اللي لونهم ازرق، وبراين. تمام، تراي ميثو براين، هاي هيك بتصير موديفايد. هاي من ناحيه انه الكلتشر اللي بيخص الثاير مارتن. هلا بيضل عندنا شغله صغيره واللي هي موجوده بصوره ثالثه، اللي هي بخصوص حكينا انه في عندنا احنا الجندولا. شو كنا نحكي عن الجندولا؟ بدي ارجع على الرسم اللي هنا. حكينا الجندولا اللي هي مشان نذكر فيها الجونوريا. هلا في رسمه تابعة لإلها مشان نحكي كمان صفة بخصوصها إنه في شركة بشكل سبيسيفيك، وإن شاء الله نخلصهم بسرعة يعني أقل من دقيقتين نكون خلصينهم. لنناقش بعض الأمراض وهيك إن شاء الله نكون خلصنا. تمام، هلأ صراحة هاي الصورة الثالثة اللي كان المفروض بدي أشرح عليها يعني، أو كنت متوقع إنه راح أشرح عليها.
بس بعد ما رجعت شيكت على السلايدات تبعت الدكتور والأشياء اللي هم حكوا بخصوصها ضمن هاي الرسمة، بصراحة ما كان في هالأشياء يعني المتشابهة، خلينا نحكي، أو يعني بنسبة 99% ما كان في شبه. يعني مثلا هم ناقشوا التريتمنت مثلا الماكرولايد أو السيفترايكسون هنا، أو حكوا عن كو انفكشن مثل الكلاميديان، أو مثلا حكوا عن موضوع مثل الفيست، انه مثلا كان هيك قابض ايده هذا، فانه فيست، فانه مشان يذكرنا بالسندروم اللي هو الفيت سندروم، وهيك اشياء. يعني بصراحة أنا هاي الأشياء كلياتها ما ناقشها الدكتور بالمرة. يعني الأشياء الوحيدة اللي ناقشها الدكتور إنه هي عبارة، أو مش اللي ناقشها الدكتور، اللي كانت متشابهة بما موجود عندنا بالسلايد، انه على التيشيرت هنا في اس مشان بس يذكرونا انه هذا المرض عباره عن سيكشوالي ترانسميتد. وكانت ثاني نقطه كمان حكاها اليوم الدكتور بالمحاضره، هلا لو تلاحظوا هون المره هاي بريجننسي وموجوده اوتسايد ذا جوندولا، فبالتالي هي موجوده بعيدا عن الموقع المفروض هي تكون موجوده فيه، انه تكون جوا يعني. فكانت هاي بنسميها احنا الاكتوبيك بريجننسي، انه بصير عند المرأة الحامل اللي هي الاكتوبيك بريجننسي، كمان حكى عنها الدكتور. واخر وحده اللي هي انه هلا الشخص هذا يعني بصيب انه هي واز بي، فلما كان عم بتبول، فانه هون هيك شبهوا يعني انه البول انه اجا بعين هذا لعبة الطفل او اشي زي هيك بالعين تحديدا، فانه هاي مشان تذكرنا بالكونجيفيتايتس. او كان في مسمى ثاني اعطانا اياها الدكتور ضمن السلايد، اللي هي اللي اسمها الجونوكوكال اوبثالميا نيونيترم، اللي هو عبارة عن ديسيز بصيب للنيو بورن، بيكون انفكتد باي المذر، فهو بيكون عبارة عن بيسبب لنا بلايندنس او كونجيفيتايتس. فانه هذا بنقدر نحن نعمل بريفنتد له عن طريق انه نعطي للبيبي انه بروفيلاكتيك توبيكال اي دروب. فبصراحة بس يعني هاي الاشياء اللي كانت متشابهة بما يتناسب مع الرسمة، وكان فبالتالي هيك بيصفي انه عليكم في سلايدين انه هدول بدكم تضطروا ترجعوا لهم، اللي هم بسلايد 9 و10، هدول يعني بدهم بصم صراحة. باقي التفاصيل كلياتها ناقشناها، والمعلومتين يعني اللهم اللي يمكن ما حكيناهم او ما كانوا ضمن السكتش، اللي هي انه هي بتكون نانوتايل البكتيريا هاي تحديدا، وتعتبر سنسيتيف، واخر معلومة انه هي تعتبر ايروبيك، بس انه ويمت جروينج بيتر، انه ان ذا سي او 2 مور انه ذان ذا او 2، وانه هي ما بتعيش بالاجواء الحاره كتير ولا بالاجواء البارده كتير، هي بتحب اللي هي الانفايرمنت اللي بتكون ما بينه وبين، يعني مثل ما نحكي اللي بتكون انه شو بنسميها انه الانفايرمنت الرطبه، او اللي مثل هيك يعني الكلتشر من هذا النوع. وبس هيك يعني، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا، وبلكي إن شاء الله بالمحاضرات الجاية أو بالسكتش الجاية تكون في تشابهات أكتر، خاصة من ناحية الباثولوجين لأنه بنحتاج لهذا الإشي. وبس هيك يعني، هاي بالنسبة لمحاضرة اليوم، وموفقين يا رب.